طبعا بداية نقدم شكرنا للقوات الأمنية والقوات الماسكة للأرض، في مقدمتها هي قوات هيئة الحشد الشعبي اللي أبدوا مساعدة كبيرة في حل هذا الإشكال، وكانت نتائج الحوارات أنه وصلنا إلى حل لإرجاعها لمدينة العوجة. وطبعا احنا نتشابه في الرؤى من حيث انه نحن مع عودة الأبرياء ومع محاسبة المجرمين ايا كانوا وفي اي مكان وفي اي موقع في العوجة او غيرها. بس اليوم هو يوم يعني التوقيت اصبح التوقيت المناسب حسب توجيهات وحسب متطلبات و حالة القوات الأمنية، أنه الآن أصبح من المناسب عودة العوائل، فبلغونا بذلك. وال يعني العوائل الآن سوف تعود بعد إكمال العمل اللوجستي